إبداء شيء يسير من القدم لا يضر إن أعاد الخف. هذه المسألة مبنية على مسألة سابقة مختلف فيها، وهي هل يلزم أن يكون الخف لا يصف البشرة أم لا؟ فعلى من يقول بأن الخف يلزم فيه أن يكون ساترا للبشرة ويقول إن وضوءه يبطل، وعلى من يقول بعدم اشتراط ذلك الشرط فإنه يجعل هذا القدر اليسير بمثابة الخروق، ومن ثم فإن كان يسيرا فله أن يعيده ويمسح، وإن كان كثيرا فلا يحق له أن يمسح في المستقبل، إلا على القول الذي ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، واستظهر بأن الإنسان لو أدخل الخف على طهارة مسح فله أن يمسح إن كان هناك من يقول به.